اهلا وسهلا فيكم. اليوم على صفحة حيدر الكترونيكس، اليوم نشرح لكم على المايك هو الاقوى والاشهر من بين المايكات اللي ممكن اليوتيوبر او اي شخص بده يعمل فيديو او شرح. انا شخصيا هلا عم بستعملها، مثل ما شايفين الصوت واضح، كتير ممتاز المايك، انا بنصح فيه. حنعمل هلا الانبوكس ونشوف سوا شو بيجوا معه، خليكم معي. اوكي، مثل ما شايفين هيدا العلبة، اول شيء نشوف. اوكي هيك بتجي، نرجع نفتحها. طبعا اكيد مش كل العلب بيجوا نفس الشيء. اوكي، في علبة بتجي بلاستيك، يعني بيجوا السماعه كلها محطوطه بلاستيك مش بكيس جلد، هذا كيس جلد. اوكي طبعا نفتحها. المهم هذا هو، بيجوا معه هالوراق. اوكي نجي معه هول في عنا هون بطارية صغيرة، وهون كمان الاسفنجة، اذا شايفين هيدي الاسفنجة. اوكي كمان هون مستفيد منهم. بيرجع عنا هيدا المايك. اوكي طبعا هيدا المايك نحنا بنحط له هيدا الاسفنجة. اوكي وهيدا هي، ومنحطه بنحطه بالتليفون او بنحطه بالكاميرا. طبعا هون فينا نتحكم مثل ما شايفين، كاميرا او سمارت فون.